وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بفضل زيادة مشتريات السيارات وعرض تجار البيع بالتجزئة خصومات كبيرة. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، قال إن مبيعات التجزئة ارتفعت 16% الشهر الماضي، وعززت هذه البيانات القوية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يسرع الخطى في عمليات خفض الفائدة. ووفقا لبيانات فيدووتش التابعة لCME، قلص المتعاملون احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة لأول مرة في مارس إلى 61% من 65.1% يوم الثلاثاء، ولا تزال السوق تتوقع تخفيضات محتملة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام، حتى مع تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر هذا الأسبوع عن توقعات التيسير السريع للسياسة النقدية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة قليلا إلى 103 نقاط و13 نقطة في التعاملات الآسيوية بعد الظهيرة، وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103 نقاط و17 نقطة تقريبا أمس للمرة الأولى منذ 13 من ديسمبر.